Am fi rătătla. Nu se ezină kirau, ne jana ma cum de echer fakar în program na la Leile. Leile ma va fi ne khol ghair etisal wahad. Wa min echer mushtarik ma na la Leile? Alo? Maurice. Alo, bonsoir. Hala. Zai noi. Hala. Merry Christmas. Alo, معك جاكلين جبور. الو بونسوار. يا اهلا بجاكلين، من وين عم تحكينا؟ من الحدث. يا اهلا باهل الحدث. الهوا هي الهوا يا رب. عم بقول لك بشيء معدتي. جاكلين بس بدي اعذبك بليز انك توطي شوي صوت التلفزيون وتجربي تسمعينا من التليفون عمني معروف. ايه 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 يلا يلا. مريس مريس وين وين الريموت؟ بدنا نربح هالمره. بدك تحكي بحب. الو. بدنا نربح هالمره. عم تسمعينا جاكلين؟ جاهزه؟ ايه يلا يلا يلا. اتنشن جاكلين، انت الليله عم تلعبي على جايزه قيمتها 100,000 دولار. هيدي الجايزه يا جاكلين رح تجي غير مره بالعمر، لكن من هيك بدك تركزي كثير منيح. سؤال ابدا منه هين، كثير صعب. مين الفنانه الموجوده معنا بهيدي الصوره؟ ماريس ماريس. مين يا فارس؟ نجوى. كلوتر الشمال. بركز. 15 سنة يا جاكلين. توب. وين الريموت؟ يلا يا جاكلين. وين الريموت؟ ولك على شمالك. أسرع. شمالي؟ كلوتر الشمالي. مظبوط يا جاكلين، مظبوط. مبروك مبروك. لوحدة؟ ألف دولار يا جاكلين. بدي بس بليز أطلب منك إنك تضلك معنا تحت الهواء كرمال نقدر نقول لك فيك تستلمي الجايزة. لا نقطع الخط. موريس 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 ربحنا. ايه شو ربحنا؟ غسالة مكافي. شو قولي دخيلك؟ ما عاد فيني وقف على جري. اوكي ميرسي باي. شو اكدوا لك 100,000 دولار؟ يا 100,000 دولار 100,000 دولار 100,000 دولار. دخيلك حاسس حالي الغوطي. خي خي واخيرا رح نخلص مديونات اختي وجوزها تقيل الدم. صار فينا نجهز البنت ونظبط النش ونشتري سيارة جديدة. مرسيدس بدي مرسيدس هيك كبيرة عيونها مطبوحين مثل أول بنت حبيتها. لا مثلك أنت يا عمر عمر. 100,000 دولار 100,000 دولار. وشو بيبقى لنا؟ كثير كثير. 100,000 دولار 100,000 دولار. بتعرف شو؟ يو ليه ما بناخد المصريات وننسى جون وما بندفع له شيء لسهرك توني؟ ها؟ ومننسى النش؟ كيف؟ والسيارة منعكز عليها؟ والبنت؟ تروح خطيفة؟ في شيء براسك؟ شو في براسك؟ حاسس انه بدك تعملي شيء. كنت عارف بدها تعملي شيء. شو في براسك؟ قولي لي. فاكونس. ليه ما منسافر على هواي وانت بتعمل برونزاج وانا بعمل دانس دانس دا 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 نعمل دانس لا 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 ما حدا يعرف شي دينا لا 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 واختك شو بنعمل فيها؟ انت بكره كسيح من عندك يا مامي بدلك واقفه من جوي. اجي سينوال. خليك خليك سيني خليك لحظه. هيدي عائلة هارس اللي خبرتك عنها، اجوا لبصونا على العيد. هيدي عمتي أنجيل وهيدا جوزة توني، نو كومنت. هيدي بنته ماندي، أكبر شرموطة بزينتي. وهيدا ريتشارد كوزانه. وهيدي مام. مام
قولي هاي لشربين. بتقول لك هاي. وهيدي انا. سيبليز. شو جيبك انت هلا؟ ما اتفقنا بكره؟ بس اليوم العيد مبروك حضرتك جاكلين ما هيك؟ ايه ايه نعم. بس لا عال كثير منيح مثل ما انت روعه. يلا بدنا نطلع مباشر بعد 10 دقائق، ما معنا وقت وبعد بدي لحق اعمل رتوش. شو كيف بدنا نصور؟ يلا يلا يلا. شو بدكم تصوروا؟ ما قلنا لك يا مدام جاد فوت ركب شوفوا. يلا شو شوفوا؟ لا لحظه ما فيكم، مش هلا اكيد مش هلا، عند الناس على العشاء. لا ما فيكم. كيف يعني ما فينا؟ كيف يعني ما فينا نصور؟ جاي جاي يا عمي وين صرتي؟ شوفي مدام، في 100,000 دولار بالدق وفي اوبيفان تحت ناطر، بتحبي نفوت نصور عندك او لا؟ شو؟ ان شاء الله هو كمان بده يطلع هلا. طبعاً يا مدام ما بيطلع ما بيساع. بتعرفي شو؟ خليني نروح نصور عن جد. ايه؟ مسافر والبيت فاضي وعطيت المفتاح وحياتك اروق لك واروق لي واروق لبعض. ايه يلا. شوفي مدام انا اخر همي وين بنصور، صرنا بنصور بالحمام بس المهم انه نصور. ايه انا فكرت فيها بس لو كان اوسع شوي. يلا هون. يلا زين ميرسي جاكلين. Give me a piece of lettuce. جاكي يلا جيت جيت. وينك يا عمي؟ مين؟ هلكونا هاليومين، شي 100,000 جمعية نوادي فرسان العذراء كله بده يبيع رزنامات، وفيك تقولي لا بياخد على خاطرهم وبصيروا بدهم يبعثوا لك مارياس يخنقك بالليل. بيجي احصانه ولا بالسيرفيس؟ هيداك برجريس. يلا يا جماعة أهلا وسهلا فيكم، عبال كل سنة أهلا وسهلا فيكم بلبنان حبيبتي. يا هلا يا هلا. شو صار؟ ما لكم عادي تجوا بالوقت؟ مش ناويين ترجعوا بالصيفية؟ هو أصلا أنا سنة الماضي على كريسمس أخذت أنجيل على فينيس وهلا نزلين على دبي، قلنا هيك هيك مرقين من هون بنميل على لبنان بنشق عليكم. بعدين خيي ولو انه ما فينا نشتاق لك ونجي نزورك كم مره بالسنه؟ لا يا اختي لا، نحن بنشتاق لك على طول، بنشتاق لك، نحن بنشتاق لك 365 مره بالسنه. بس انه حدا بيترك نيويورك مدينه القضويه وبيجي بعيد بلبنان؟ It's not New York. We live in Treadwood, Ohio. Have you even heard of that? It's like the most boring ass place you could ever live. Stupid. طيب يلا لقوم طلع على سمبوسك بركي احترق. وماريس بتساعدني شوي؟ انا بساعد. لا لا ابدا خليكي، ما هو بده يساعدني بتغيير لمبة الغاز. اي لمبة؟ لمبة الغاز. هلا هلا ايه هلا ضوي بالبيت. لا حبيبي انا بدي ضوي باللمبة. ايه طيب يا بيلي بالاذن كفو يا عيد حمص خالو very delicious. كيف بدي اخير لك اللمبه وانت مو على الفرن؟ ها سيلي هلا الفرن، الجماعه هون وجايبين الشيك. اي يا جماعه تبعتي فيه هلا انحجروا. طبيتهم عن جيزال، انت الهيلي اختك وهيدا المرد، وانا مضطره اروح اصور وما حدا يشتري على شيء. يلا ما جاكلين كيف؟ عم شعور اطلع لهلا فرني على ايدي، ما بعرف تنكش لهلا فرني من تحت القرب. بدي هلا هلا خمس دقايق مدام. عاف يعطيكم العافية. طيب ليكي ما بتنقضى بأمضى؟ مدام أنا بقتل حالي تأطلع على التلفزيون وألف ما بيطلع لي. هلا أنت 100,000 دولار يا مدام بطلوا عجبينك؟ إنه على القليل كلمة هالسبونسر. بعدين كيف بدي أقول لك مدام أنت طالعة لايف يصير لك لايف؟ يدلي أنا بيطلع قدام الملايين؟ طيب بركي بركي ما عرفت حكيت أو تلبكت أو تشردقت أو غصيت أو ما تعتلي هم مدام. مشي العفوية، ما تنسي تشكري سبونسر، اوكي؟ انت بس هدي اعصابك وروقي وهلا جاد بركب لك الميكرو. ميكرو؟ هلا؟ اسمك جاد ما هيك؟ يعني كتر خيرك بس ليك تعشيت جاد؟
يلا انا رايحه اجيب لكم فطاير وراجعه. ايه ايه شو جبتوا تي في جديد؟ انه يعني منه كتير جديد. بدك تشوف التي في اللي عندي هونيك 70 انش فول سراوند سيستم. اشتريت اثنين، واحد لإلي وهديت واحد لاختك للاوفيس. والله يا بارك الله نيالكم. نحن لهلا بعد ما خلصنا حقه فرشين البيت كله موكيت. هيدا هدية من حماتي. اه حماتك. الله خليكم اياها. ماما دايما بتساعدنا لحتى نوفر شوي. عن جد؟ يعني عم تقدروا تضبوا على جنب يعني؟ ولا نتفي، بنركض 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 وباخر الشهر بنطلع على الخزوق. هيدا شربي الخطيبة. مين هلا؟ يمكن مدام ما عم تحمل الكهرباء عنا هونيك. شو يعني؟ يعني بدنا نضطر نمد كابلات من جوا من عندك. كيف يعني بدك تفوت لجوا؟ يا جاكلين مين؟ جاي كفوت خلصني. مين يا جاكلين؟ ايه هيدا جاد ابن الجنات. جنات عندها صبي؟ شو بيك؟ ايه ما جاي مدلنا يغيرلنا جرة الغاز. حرام امه مريضة معها من هيداك المرض. يا حرام عم بينخور العظامة تنخور. لمين؟ لأمه. شي بيخوف، كل الناس عم بتموت من الكانسير. هيدا من أكل المطاعم، شي بيخوف يا طنط. اوعى تاكلوا بالمطاعم. نحن وحياة الله ما عم نروح لمطرح ولا عم ناكل شي. نحن وجنا وج مطاعم، ليش أصلاً بهالقلة؟ مين إله نفس؟ طيب يلا لروح شيل الرقات. جاكلين بلا رقات، في أكل كتير. ولو بعدين قعدي شوي بدنا نحكيك. عادت على جاكلين، شو بدي شو زق في رقات جوا؟ أنا عملت لكم روسات شيلتها عن التلفزيون من شي 100,000 روسات. يعني عملت على شامبينيون وجزر وجبنة وخضرة. إيه يلا لحظة صغيرة رح سكر من ريحة اللزيدة. إيه ما يعني تموتي. سوري مدام بدنا نعتذر منك بس رح نضطر نتأخر بس 10 دقايق لنبلش. بعد عندي ناس على العشاء. صفا مدام نحن طلعنا بلا عشاء. انه هيدا هو شغل التصوير هيك. شو فكرك مدام كل شي بيجي بالهيين؟ اكيد لا. هلا 10 دقايق لقدام 10 دقايق لورا مش رح يقدموا يقصروا كتير. معلش كلهم سؤالين. لا لا صفا صفا ما تنسي تدوقي لي هالسمبوسك. ايه ميرسي ان شاء الله عامر. اهلا وسهلا تفرح معنا. يعطيك العافيه. ولو ما في شيء من قيمتكم. حاج بقى رايحه جاي شرفك قعدي شوي ما شفناك. خي موريس في مشروع حلو هيك بدي احكيك فيه. ايه هات لنشوف. عم فكر اشتري هون بلبنان شقه صوب المونتي فيردي، فشو رايك؟ فكره حلوه كتير. شو في بلبنان؟ امريكا احلى. يا جاكلين لا لا في احلى من لبنان. حتى اشتري الشقه لازم ادفع دفعه اولى لانه في حدا تاني بده اياها. اوف مينيموم بدك تكبر دفعه ولا بتطير من ايدك. طالما هالقد محمس بركي بتمرق لي هالدين اللي بيناتنا حتى ادفع دفعه اولى. بس انه احسن ما تروح من ايدي الشقه، بدي اشتريها للصبي. معك؟ يس ثانك يو. بشوف بس موريس تقوم معي على المطبخ لحتى نجيب البوش. البوش هالقد تقيل؟ ايه تقيل. ايه يلا بالاذن. في بوش يلا. تنوس حارس بيك في مستقبلته ببيتي. عملي حاله توني حارس أمريكا تي في دبي وعم يطلبنا بالمصاري. كيف له عين وليلة العيد؟
إيه لو ما أختك أنجيل إكس أختي إذا بصدته برا خبرته شيء؟ لا ما 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 قلت له شيء؟ ما قلت له شيء أنا ما حري نايم لي على 7 مليون دولار شحرق على المصريات هالأخو الشرموطة كل شيء بقي له 30,000 دولار وسنده عم ندفع له هي على البكلة كل شهر إنه ما بيحق لنا ننبسط شوي بحياتنا صرنا 25 سنة منفلح لا زهر سهرنا ولا شهر عسل عملنا ولا عم نعمل أنا كل ليلة بقول لك أنت ما بدك لك 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 شو هيلو فاضي هيدا لك وين ضرب راسه أنت لك يا موريس وحدا يعرف ب100,000 ها بعرفك أنت قلبك طيب وغشيم إذا بتخبروا شي إذا بيعرف شي وحياة هالعيد أنا رايحة على هواي بليك وراجعة مع رجال غيرك جمايكي كمان شو اتفقنا؟ ما خلصنا كذب بقى وقت صوتك صحون صورة صورة finally some dessert هولي شغل دييتي أنا سلم هالديت that's a lot of decoration hey. Jesus ايه خالو كيف الجامعة بجامعة أمريكا you know it's fine خالو hey. You should send your daughter there Maybe then she won't die a virgin. مندي سلا نشو شو بدك فيها واحدة في الثاني؟ ايه شو؟ باقيين بلبنان على راس السنة؟ لا 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 رايحين على دبي وانتو؟ نحن؟ عقبالنا بهالحالة ولا ب100 سنة منسافر شو بدك تلحقي مصاريف لتلحقي؟ كل شي على ايد سردوبي ايه موريس بخصوص الدفعة بعد يومين والله ما في صعب شوفي يا مدام وينك بدنا نبلش ما بقى معنا وقت وبعد عندي تخطيط رئيسي ثاني يا مدام ما نطلع لهم بعد دقيقتين يلا 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 جاكلين وينك بقى خلصينا بدي بونسوار بونسوار هيدي عم تعمل لمه للكنيسه شفتي شفتي بعينك ما عم نلحق كنيسه خدوا سدوا جوعكم بهول فظيعين الجمعيات ما بيشبعوا جاكلين عودتك موضوع ضروري بيني وبينك يعني بدي اقول لك انه حملي وجهك وجهي بدي اقول لك عن كريم بتطير العقل بتسخر لك وجهك شي 12 سنه لك اي كريم هلا جاكلين حكيتي اسمعيني شوي بس بدي اعرف وين حطيتها هيدي الكريم لك شو قصدك هلا بعدين كريم ما قلت لك بدي احكيكي لحظه انا رايحه اجيب الكريم وريج عم تريني هون ما تفلي اسمعيني شوي لوين رايح ما تفلي ايه والله بده كريم خلصينا بدنا نصور الحمد لله خي موريس انا بهمني اكثر شيء انه اخذ مصرياتي قبل ما اسافر توني اسمعي ليه عم تحكي هيك خيي توني؟ قلت لك رح جرب بس صعبة يا خيي أنا بدي مصرياتي، ليه بدك ياني اتبهدل؟ دراما تتبهدل؟ ليه بدك تتبهدل؟ ما بحياتك كنت محشور هالقد على المصاري خيي يعني شو بدي أقول لك؟ كم مرة صرت أقول لك إنه بس كون عم بحكي ما تقاطعيني؟ لك شو بيك دغري بتطلع بالعيلة؟ في شي؟ بيك شي؟ ضروري واحد يكون بوشي أو في شي لحتى يطالب بمصرياته موريس توني بليز روق ما تقلي رجعت تلعب وزب شو بكن لحين ورا بعضهم عم تلعب يا خي انا حر بدي اعمل البديه خلص عرفتوني العيد مصاري 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 خربت حياتنا من ورا المصاري وحضرتك رايح دبي وجاي من فينيس وعشوي طالع على القمر بهدلتنا بما انه العيد محبه بما انه العيد فرحه بما انه العيد بسمه وحب وربح جاكلين جبور رابحت ال100,000 دولار لهالموسم نحن تشوفها لليله مبروك صلي ساعه عم بحاول احكي وقلها لمرتك وحضرتها رايحه جاي مش معبرتني انه ما بقى معنا ولا نقلي شو رح تعملوا هي جايز كان رح يوقف قلبي منيح ما وقف مدام شاكلين خبرينا شو ناوية تعملي بال100,000 دولار؟
سافر على فينيز واشتري تي في 70 انش يعني فل سراوند سيستم واحد الحمام وواحد المطبخ وين ما كان سراوند يعني واذا بقي شويه مصاري انه معقوله بركب ميل على دبي